المشاهير والسجادة الحمراء وكل شيء ايفنت عم بيصيروا بهالنطاق هيدا وين ما كان يكون موجود بده يرجع كله يصب لعند لما لحتى نعمل انتقاد وشوية برش ضمن شوفي لو ما كانوا موجودين اكيد بدنا بدنا صباح النور. وش بدنا نحيي صديقنا جوزيف لانه اذا عم بيشوفنا هلا شو رح ينقهر لانه بينطرن هول مناطق ايه تحت وما بيكون مع هوا ان شاء الله يكون عم يحضرنا فان شاء الله مره جاي زوزو بنكون معك شو عندنا اليوم رح نحكي عن مشاهير سجاد الحمراء اللي صارت بمهرجان القاهره رح نشوف سوا المشاهير على السجاد بدنا نعلق اوكي هيك وهيك يلا شو ما بعرف يا حرام لا مش الله يستر لا بس في كثير اشياء كانت حلوه كثير بالمهرجان رح نشوف اول قطعه كانت لبستها نور فعلا كثير حلوه كثير حلوه بس ليش العقد انه محشورين ما الفي صغيره ما يعني كانه بايدونا ابسان يعني عرفت اذا ما حطيت حلق وعقد مش ضروري يعني الفستان كتير حلو شعره ويت لوك بجنن الحلق بحد ذاته كان بيمرق مع انه كيف تربص غير نوع حلق هيدا الحلق حسيته مش راكب بس لشو العقد انه ما فينا نترك فسحه امل بلا ما نحط عليها شيء شغلي يعني انه ضروري انه هلا اليوم انتقديني انا حاطه لا انه انت فسحه اوسع شوي فسحه اوسع شوي فانتوا خلوا مش عيب ما نحط بالعكس بالعكس تمام يعني اوكي في حلق يعني ما هيك ضروره هلا ثاني فستان من اجمل طليت كانت على الريد كاربت كانت لابستها بسمه فعلا اخذ ضجه هالفستان شوفي شو هي سمبل شفتي ما حطها شيء وشعرها شدته لورا مش ضروري ترطر فرفر يلا نعجقها لانه دجال الفستان في عنده فولونات وفي تطريز لحاله بيحكي اكيد جسمها كثير بيساعد ولبست شغله بتحط جماليه كتافها يعني ما في عندها ولا غلطه بطلتها على السجاد الحمراء شابو لبسمه أروى جودة كانت لابسة ما بعرف شو اسمها قريت اسمها هي جودة لأنه أنا كلها ما عرفتها يعني كانت لابسة قطعة عملت يعني انقسمت العالم نص قالوا أوكي. حلوة كتير ونص قالوا مش حلوة أبدا أوكي نحن بأي نص؟ أنا بالنص مش حلوة أبدا لأنه أول شيء اللون أوكي. لون القطعة مش انه لازم يكون الواحد اللون مفرقع لاقول لون قوي، لا، هيدا اللون هالبلو بترول عنده موقعه، عنده تقل كتير، هيدي التراني اللي ورا ما بعرف ليه ما حبيتها. مع انها هي كتير مرتبه، شعرها كان كتير حلو، ما عندها اوفر يعني عقود وهيك، هيدا الفستان حطني بموقع عرفتي هيدا بالاول كنت متردده بعدين قلت ايه لا. ايه فعلا في كثير اوقات هيك ما يعني ما مفروض القطعه وقتها بدها تعمل امباكت بدك تكوني انت يعني نزلوا هيك وقتها واحد بيتردد معناتها في يعني في شيء مش صعب مش حلو اوكي فاين رح نشوف صابا مبارك كمان كانت صبا ما تخزوني صبا قريناها اوكي صبا مكتوبه صبا عندي وصبا كانت لابسه قطعه كتير حلوه حبيتها ماكسيموم انا يلي دايما بقول عندك هون هالقبه لازم ترفعي شعرك لا لانه كان عندها هي اصلا قصة شعرها هيدي جرأة بتعرفي عندنا نحن العالم العربي اخر ناس مشيت بموت القاص لانه ما نحب الشعر الطويل انا اكسبسيون اكسبسيون على رأيك انت بلشي هيك خلقتي سابقة عصرك فالشعراتها كانوا كتير حلوين بس كان عندي هيك سؤال اعرف اذا كنت لابسه ساعة ام لا هيدي مش فهمنتها شو كانت لابسه بايدها ان شاء الله ما تكون لابسه ساعه لانه بتنزع كل اللوك تسكير بسيط وقت ما نكون لابسين ايفنينج جاون ما بنلبس ساعه الا اذا شكلها صيغه يعني اي بقى كانت لابسه شيء كثير حلو والابيض كان رائع والتطريز وهي فيري سمبل كمان برافو لصبا ناهد السباعي هنشوف ناهد اوكي
كمان ناهد كانت لبسه قطعه ولا عرفت هالايه ولا لانه حسيت انه لبطاني كثير غامقه قاسي بالنسبه لهالترانسبرانسي اللي جاي وراها انه يا القماش كثير سميكه اللي تحت يعني ما نفيت ببعضها ما نفلويد تحسي انه مثل انه خز بس لزي انه انا ما لازم مزبط. البس ترانسبا انه ما في البس قصير او ما في البس يعني هذا الفستان ما بعرف في شيء ما حبيته بالخياطه بالفكره تبعته يعني ايه بعدين 100 فكره فيه 100 فكره دجال القطعه عرفتي هيك معش ما بعرف في شيء زعجني كمان فيها بعدين شعرها كتير مصفصف يعني عرفتي انه حسيتها طالعه من هلا انه ما تحكوني لما يهزوا شعراتي منهم مرتاحين بحالهم عرفتي بدهم يطلعوا ببلو لا ما عليه يطلع شعر مخربط يطلع مش مشكل اما هون شو هلا عندي هنا منى هلا بمنى منى لبسي فستان يعني صراحة لا جاي على جسمه مظبوط طالع واسع عليه من الصحة دوبل مع العلم القطعة اللي بتكون مقصومة بالنص اوريدي بتضعفك لأنه دغري خلت الناس تشوفك تو بارتس أبدا أبدا يعني حسيته كأنه مريول كله على بعضه ما عجبني it was one of the worst يعني أنا بالنسبة اللي كانوا من أبشع لوكيت لحظيها يعني مش هنور عليها هيك كله عارف كيف هو طيب سوري منى سما المصري شو بدها تطلع معنا سما المصري بدها ويني يا حي طيب انه شو في هيدي كم شو في بدك تقولي لها زليان شو في انه نحن موجهين يعني انه منفخين مثل هدول الكرتونز اللي بتشوفيهم عرفتي اللي بيكون انه خشره صغير ونفخه ليه ليه؟ حقها مصاري حقها مصاري بعدين لا وبكل حلوة الثقة بالنفس عندها ثقة بالنفس لا يعلى عليها صراحة ديعان هالقطعة هالجمب سوت بالمخلوقة اللي لبسته لأنه صراحة it's too much it's beyond merci au revoir يلي وراها سوري بعتذر رانيا وقتها بيخلص التعليق هيك فجأة خلص رانيا انه لهون وبس خلص لانه في اشي يعني ايه خلص اوكي رح نشوف رانيا بليز اذا ممكن تشوفها كمان وراها لغدا لغادة عملت هزة ارضية بمصر رح يصوحوا رح يهدروا دمها رح ياخذوها على الحبس لانه كانت لابسه بادي ولابسه قطعه كثير شفافه. بدنا نفصل الامور. الفستان كثير حلو. هلا بده جرأه؟ ايه بده جرأه. بس كان لازم تحسب حسابها انه رح يفتحوا عليها حرب الى اول ما الى اخر، يعني طلعت منها باعجوبه بس انا كثير حبيت طلعت قالت انه هي ما كانت شايفه شو صار. طلعت لبطانه لفوق يعني ايه خبريه ابرا كدبرون يا ريتك ما حكيتي يا ريتك ما قلتي شيء مش مظبوط وخلينا نقول انه اوكي انا غلطت ما كان لازم البس القطعه على الريد كاربت اني واي بس كانت كثير حلوه القطعه لو كنت بكان مثلا لو كنت بمطرح وانت عايشه برات بلد عنده كمان قيمه ومحافظ انا بقدر بفهم كانت كثير قويه ليون وما عدنا شفنا فستان صرنا نشوف تعليقات العالم مزبوط شيرين رضا رح نمرقها على السريع شيرين رضا كانت لابسه كمان قطعه سوداء حلوه مش بطاله بس هي كانت كلها اليجنت عرفتي يمكن كيف في لوك او في لوك لحاله طه هيدي شيرين في عبدو انا من معجبينها بموت فيها في اهضم منها شو ما لبست فيفي كانت كثير مهضومه كل شيء بيشبهها عرفتي خلاص هي الكاركتر بحد ذاتها خلاص ما فيك تنتقدي لانه اذا لبست شيء شوي طبيعي اكثر بتلاقيها غلط ولا اهضم بس كانت حلوه كانت كثير حلوه والفستان مضاعفه يعني هيدا الاسود اللي جاي بموقعه كان كثير حلو الهام شاهين بليز خذوني لعند الهام يا عمي حدا يوصلني لعندها سيدي قمر ممثله رائعه ولا اطيب من هيك مين عم بيلبسها لالهام شاهين بدي اعرف هلا البقعه طالعه مثل المبقعه وهي جسمها ما بيسمح لها بدها تلبس قصات تنحفها
دايما عم بيلبسوا انه هون بعده اشطف زوم من غير محلات. من غير محلات، اي صح. بس رح ناخذ اخر صوره يعني عن ياسمين رئيس. اوكي، كانت لابسه قطعه كثير حلوه بس كانت كلها طالعه بيج، يعني شعرها، جلده وجهها، القطعه فعلا ما يعني كانت وان كلر، كان لازم يا تشتغل على شعرها يا تنقي غير لون بالفستان. عصريه كان بعد فيه بعرف يعني انه اكيد يعني زمطوا نعمل باتو ان شاء الله نعمل باتو. ميرسي لما خليكم معنا. فورا رح ننتقل لعند الشيف حسين نتابع مزيد من التحضيرات مع ورشة ملح. صباح الخير لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا. اليوم في عنا اربع وصفات مثل العادة، عنا وصفات كتير طيبة، وصفات شهية. لكن مشاهدينا وصفتنا لليوم في عنا الباذنجان الحار، في عنا الشوفان مع زبدة الفول السوداني، أيضا في عنا الدجاج الهندي، وفي عنا شوربة كتير طيبة بالبطاطا الحلوة والسبانخ. طبعا بأول فقرة من فقرات رشة ملح رح نبلش نحضر للباذنجان الحار. بالنسبة للباذنجان الحار رح جيب الباذنجان، رح بلش لكن أنا بالباذنجان، حطهم بالصينية وبدي قليهم، ما بدي اشويهم. طبعا فيني جيب الباذنجان يحطها على النار واشويها، بس لا انا اليوم بدي قليها. وبتاني فقره او اخر فقره رح نرجع نكفي باقي هالوصفه انا وياكم. رح نبلش نقطع بهالشكل هيدا. اوكي، رح اقطعهم، فيكم تقطعهم انتو مثل ما بدكم، انا رح اقطعهم بهالشكل ورح احط لهم رشة ملح واتركهم شوي لحتى تطلع مية الباذنجان. بس نحط على الباذنجان ملح بتطلع المي، بعد ما تطلع مية الباذنجان بنقليهم لحتى ما يتشرب زيت الباذنجان. لكن انا رح كفي مع الباذنجان. بهالوقت شو رح اعمل كمان؟ بهالوقت رح احضر الرز، لان في عندي طبق الهندي مقدمه مع الرز. طبق الهندي وصفه كتير طيبه. رح نحضر الدجاج، رح نقلي صدورة الدجاج المسحبه بدون جلده وبدون عظم، رح نقلي ايضا البصل والثوم والفليف الملونه مع الزنجبيل، بناخذ نكهه كتير طيبه، والبهارات الكمون والكزبره طبعا مع البابريكا، وايضا ثوم البودره. انا مثل ما شفتوا حطيت الباذنجان بهالشكل، رح جيب رشه ملح مثل ما خبرتكم، رح احط رشة ملح على الباذنجان واتركهم شوي لحتى تبق مية الباذنجان ونقليهم. عندي هون زيت على النار، رح اجي ضيف للزيت عندي الرزات. بدي اسلق الرز، وايضا في عنا زيت طبعا مشاهدينا فيكم تحطوا من الزبدة، ما عنا اي مشكلة الزبدة، بالعكس بتعطي نكهة كتير طيبة. اوكي، رح جيب مي، لكن حطيت الرز ورح احط المي، وراح نحط رشة ملح، وبخبركم بعد شوي بالتفصيل عن هالوصفة وباقي وصفاتنا لليوم. أما هلأ بالعودة إليك غادة. مرسي شيف، يعطيك ألف عافية. خليكم معنا مشاهدينا، نحن وياكم بناخد بريك، إنما طبعا لقائنا لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. نرجع منتابع مع بقية الفقرات وكمان الضيوف.